حياكم الله مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ربيع القلوب في موسمه الخامس. يتجدد اللقاء بكم مشاهدين الكرام مساء كل ليلة على مائدة القرآن هنا في ربيع القلوب. نسأل الله تعالى أن يكتب التوفيق لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، اللهم آمين. رمضان حاشاك أن ننسى الدروس أو نفقد المعالم، حاشاك ننسى قارئ القرآن وعبدا في الضحى صائم، حاشاك ننسى عبدا يصلي أو فتى قائم، حاشاك ننسى قرآنا يضيء الدرب ويرسم لنا العوالم، حاشاك نهجر القرآن وندر حروفا هي إلى الجنان سلالم. يتجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام. الآن اسمحوا لي باسمكم أن نرحب بأعضاء لجنة التحكيم مشايخنا الفضلاء، نبدأهم برئيس اللجنة فضيلة الشيخ الدكتور ياسين بحميد. حياكم الله أخي عبد الله، بارك الله فيكم، تقبل الله منا. ليلة مباركة علينا وعليكم. اللهم آمين. حياكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ أشرف دعكيك، حياك الله. حياكم الله، بارك كيف الحال؟ تمام إن شاء الله، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ صالح القحوم، حياكم، أهلا وسهلا. الله يبارك، حياكم الله وجزيتم خيرا إن شاء الله. وإياكم، بارك الله فيكم وفيكم وبارك. الآن اسمحوا لنا أن نستقبل وإياكم أولى المتسابقات معنا في هذه الليلة الرمضانية المباركة. سيكون معنا أول المتسابقات مشاهدين الكرام المتسابقة عبير سبيت بخضر من مدينة سيئون. في الدباب فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نرحب بالمتسابقة معنا في هذه الليلة القرآنية الرمضانية، ونسأل الله لها التوفيق فيما يلقى إليها من الأسئلة من قبل لجنة التحكيم. ونبدأ بالسؤال الأول من فضيلة الشيخ أشرف، فليتفضل. مجدد الترحيب بالمتسابقة عبير. اقرأي من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من سورة يونس عليه السلام: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا
الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ما شاء الله، ننتقل إلى السؤال الثاني ومع الشيخ صالح. المتسابقة عبير أخضر، اقرأي فتح الله عليك من سورة مريم عليه السلام من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ما شاء الله، أحسنت على هذه التلاوة المباركة. ونبقى مع السؤال الثالث في روح الآيات القرآنية. يقول الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ترشد هذه الآيات إلى كثير من التوجيهات الربانية، تفضلي بذكر اثنتين منها بارك الله فيك. واحد مشروعية إكرام الضيف. اثنين استحباب تبشير المسلم بما هو خير له.
ما شاء الله. نبقى الآن مع لجنة التحكيم للتشاور في أي ملاحظات أدائية على قراءة المتسابقة. في والدباغ فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله. في والدباغ فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله. بسم الله الرحمن الرحيم. المتسابقة عبير سبيت بخضر، جزاك الله خيرا على هذه التلاوة، شنفت بها أسماعنا، جعلها الله في ميزان حسناتك وحسنات والديك ومن علمك، اللهم آمين. استمعت اللجنة إلى تلاوتها فدونت بعض الملاحظات التي يمكن أن تذكر في هذا المقام. في قول الله تبارك وتعالى: ويقولون لولا أنزل عليه. هنا دائما في الإخفاء نحذر من إشباع الضمة، إشباع الحركة قبل الإخفاء، فإننا إذا أشبعناها تولد منها حرف مد. ويقولون لولا أنزل، أنزل، فنضم ثم نرجع إلى الإخفاء مباشرة، أنزل هكذا. أيضا ملاحظة أخرى في حكم في الراء في سورة مريم عليه السلام: ذرية. هنا ذرية، الراء هنا ما حكمها؟ حكمها الترقيق. يظن كثير من القارئين أن الراء هنا يعني تفكك، والصحيح أن الراء هنا تعامل، الراء المشددة تعامل معاملة واحدة بحسب حركتها، فحركتها هنا مضمومة فتكون ماذا؟ مفخمة، فحركته هنا مكسورة عفوا، فستكون هنا مرققة، وإن كان قبلها يعني حرف مضموم ذرية، ولا نقول ذرية، ذرية. نعم، تكررت مرتين في هذه الآية. كذلك ملاحظة عامة في الوقف الابتداء، ينبغي يعني مراعاة هذا الباب، باب الوقف الابتداء، وهو الركن الثاني من أركان الترتيل، خاصة في المتعلقات اللفظية، خاصة في الآية هذه: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها. نراعي هذه التعلقات اللفظية، ومما يساعدنا في هذا الباب أن نهتم بعلامات الوقف الابتداء التي وضعها العلماء الذين أشرفوا على طباعة هذه المصاحف، هذا مما تعيننا على تجنب هذه الوقوفات التي لا ينبغي أن تكون. بارك الله فيك ونفع الله بك، والحمد لله رب العالمين. فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل. استمعنا قبل الفاصل إلى تلاوة المتسابقة عبير سبيت بخضر من مدينة سيئون، نتمنى لها التوفيق ولبقية المشاركات أيضا معها في هذه الحلقة أو في البرنامج بشكل عام. كما أيضا لا ننسى أن نشكر لجنة التحكيم على هذه الملاحظات التي أعطتها للمتسابقة حتى تستفيد منها إن شاء الله. الآن اسمحوا لنا مشايخنا الفضلاء أن نستقبل ثاني المتسابقات معنا في هذه الليلة. المتسابقة نور عوض باذيب من مدينة شيبام. فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله. نرحب بالمتسابقة الثانية معنا في هذه الليلة، ونسأل الله لها التوفيق فيما يلقى إليها من الأسئلة. ومع السؤال الأول يقدمه أخي الشيخ أشرف. مرحبا بك في هذه المسابقة وفي هذه الليلة المباركة. اقرأي من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة يوسف عليه السلام: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أعيد الآية بدايتها. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ما شاء الله، أحسنت على هذه التلاوة، ونطلب منك الاطمئنان في القراءة وعدم الرهبة، ونسأل الله لك التوفيق إن شاء الله فيما بقي من الأسئلة، بارك الله فيك. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني ومع أخي الشيخ صالح. السؤال الثاني مع المتسابقة نور، نور الله قلبك بالقرآن من سورة الأنبياء. اقرأي من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين صدق الله العظيم بقي السؤال الثالث في روح الآيات يقول الحق جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم تفضلي بذكر شيء مما ترشد إليه هذه الآيات الكريمة ترشد الآيات الكريمة إلى بيان عصمة الأنبياء عليهم السلام مع التأكيد على أنهم بشر نعم. وترشد الآيات كذلك إلى بيان ضعف المرأة إذا استحكمتها الشهوة بارك الله فيك ونبقى الآن مع لجنة التحكيم للتشاور في الملاحظات الأدائية إن وجدت في القراءة نعم. فاز الكتاب وحامله فاز الكتاب وحامله بسم الله الرحمن الرحيم نشكر المتسابقة نور فقد كان أداؤك متميز وقراءتك كذلك متمكنة وطيبة في هناك ملاحظة في إظهار وإبراز سكون بعض الحروف وقد أشار كثير من العلماء إلى أهمية
إعطاء الحرف الساكن حقه من السكون، في مثل قوله تعالى أضغاث، فلم تظهري السكون وإنما انتقلت إلى شيء من قلقلة هذا الحرف الضاد، مع أن الحرف ليس من حروف، حرف الضاد ليس من حروف القلقلة، وحروف القلقلة مجموعة في قوله قطب جد كما تعلمين، لذلك تنتبهي لهذا الأمر. كذلك كلمة خضر لم تظهري سكون الضاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وفي والديك ومن علمك كتاب الله تبارك وتعالى. هذا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. إذن كنا قبل الفاصل مع تلاوة المتسابقة نور عوض باذيب من شباب، نتمنى لها التوفيق. لكن مشاهدينا الكرام، وحتى نستثمر وجود مشايخنا الأفاضل أعضاء لجنة التحكيم فضيلة الشيخ أشرف، كنت قد أشرت على المتسابقة ملاحظة متعلقة بحروف القلقلة، هل هناك مراتب للقلقلة باختصار شديد حتى أيضا يستفيد السادة المشاهدون؟ نعم. مراتب للقلقلة، فبعضهم ذكر أن للقلقلة مرتبتان. المرتبة الأولى هي القلقلة الكبرى. جميل. أن يكون حرف القلقلة نعم موقوف عليه، سواء كان يعني مشدد أو متحرك. جميل. قبل الوقف عليه. نعم. هذا يعتبرونه القلقلة الكبرى. الكبرى نعم. الصغرى عندما يكون الحرف في وسط الكلمة أو في وسط الكلام. في مثل لم يلد ولم يولد. لم صح. يلد عندما جاءت وصلنا. في وسط الكلام يعتبرونها صغرى، وبعضهم يتوسع فيها فيجعل مراتب القلقلة ثلاث مراتب، اللي هي قلقلة كبرى ووسطى وصغرى. أيضا الكبرى عندما يكون حرف القلقلة مشدد موقوف عليه. جميل. في مثل الحق، هذه كبرى. الحج، هذا كبرى. جميل. القلقلة الوسطى عندما يكون حرف القلقلة في آخر الكلمة ساكن، ولا يشترط أن يكون موقوف عليه، في آخر الكلمة ساكن. نعم. القلقلة الصغرى عندما يكون حرف القلقلة في وسط الكلمة، في مثل في حبل. نعم. ألم نجعل، فهذا يعتبرونها قلقلة صغرى. هذا بالنسبة لمراتب القلقلة. يعني وهي صفة من صفات هذه الحروف. نعم نعم. بارك الله فيك وفتح الله عليك. آمين. وزاد الله علمك. وأيضا سامحونا إذا ثقلنا عليكم، وإنما هو استثمار تواجدكم معنا وحتى يستفيد الكل وتعم الفائدة إن شاء الله. آمين إن شاء الله. بارك الله فيكم مشايخنا الفضلاء. الآن نستميحكم عذرا لنستقبل ثالث المتسابقات معنا والأخيرة أيضا في هذه الحلقة، المتسابقة عائشة سالم بن جبل من دوعن. فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله. رحب بالمتسابقة معنا في ختام هذه الحلقة القرآنية في هذه الليلة الرمضانية، ونسأل الله لها التوفيق والسداد فيما يطرح عليها من الأسئلة من قبل اللجنة. ونبدأ بالسؤال الأول مع الشيخ أشرف، فليتفضل. نجدد الترحيب بالمتسابقة عائشة، ونود منك أن تقرأي من سورة الحجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون
يؤمنون به لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ما شاء الله. ننتقل إلى السؤال الثاني ومع الشيخ صالح، فليتفضل. حياك الله عائشة، اقرأي في السؤال الثاني من سورة المؤمنون من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل أعيدي إذن
إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. ننتقل إلى السؤال الثالث في روح الآيات. يقول الحق جل جلاله وتعالت عظمته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اشتملت هذه الآيات الكريمة على توجيهات عظيمة من الحق جل جلاله. تفضلي بذكر اثنتين مما ترشد إليه هذه الآيات. أولاً الرزق بيد الله سبحانه وتعالى فيوسع على من يشاء ويقدر على من يشاء وليس ذلك دليلاً على القربة والمحبة منه سبحانه. ثانياً من أعظم أسباب الطمأنينة على العبد قراءة القرآن والاستماع إليه والاشتغال به. نعم ما شاء الله، من أعظم ما ينزل السكينة وينزل الرحمة هو تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا في هذه الحلقة نصيبا من نزول هذه السكينة والرحمة. ونبقى الآن مع ملاحظات لجنة المسابقة في إبداء ملاحظاتهم على هذه القراءة. فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله. المتسابقة عائشة بن جبل استمعت لجنة التحكيم إلى قراءتك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك على ذلك، ولكن ظهرت هناك ملاحظات تجويدية ينبغي عليك الاهتمام بها كما ينبغي على المشاهدين أن يستفيدوا أيضا منها. من تلك الملاحظات الاعتناء بحرف الراء وتفخيمه في حالات تفخيمه عندما يكون مضموما أو مفتوحا في مثل سكرت سكرت، فقد سمعت في تلاوتك سكرت، وكذلك مسحورون مسحورون، وكذلك بروجا، هذا كله نماذج من تكرار حرف الراء وتكرار ترقيقه في غير محله. كذلك هناك ملاحظة مهمة ينبغي علينا أن نعتني بها في تلاوتنا، وهي عند حرف التاء الساكنة، تاء التأنيث الساكنة عندما تلاقي حرف السين في مثل لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، ينبغي علينا أن نأتي بهمس التاء وبعد ذلك يكون مفصولا ولا ندغمه في حرف السين، يعني مثل وقد خلت سنة، بل علينا أن نعتني بإظهاره في أي موضع في مثل هذه الحالة. نسأل الله لك التوفيق والحمد لله رب العالمين. فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله. فلو الدباب فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد بعد هذا الفاصل. استمعنا وإياكم قبل هذا الفاصل إلى تلاوة المتسابقة عائشة سالم من جبل من دوعن، وباستماعنا لهذه التلاوة نكون قد استعرضنا تلاوات المتسابقات معنا في هذه الليلة الرمضانية المباركة، ونجدها فرصة أن نشكر أعضاء لجنة التحكيم على مجهوداتهم التي يبذلونها في هذا البرنامج، شكرا جزيلا بارك لكم. بارك الله فيكم أخي عبد الله. الآن اسمحوا لنا أن نطلب من المتسابقات معنا في هذه الليلة أن يتفضلنا إلى منصة إعلان النتائج. المتسابقة عبير سبيت بخضر من سيئون، والمتسابقة نور عوض باديب من شبام، والمتسابقة عائشة سالم بن جبل من دوعن، حتى يتسنى لرئيس لجنة التحكيم استعراض النتيجة النهائية لهذه الليلة. تفضل دكتور ياسين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. بداية نشكر المتسابقات على ما قدمن من تلاوات مباركة، نسأل الله أن يتقبلها، وعلى ما بذل من جهد في حفظ ومراجعة 20 جزءا من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد تحصلت المتسابقة عبير سبيت أحمد بخضر على 50 درجة من 50 في الحفظ، وعلى 39 درجة من 40 في التلاوة، وعلى 10 درجات فيما ترشد إليه الآيات في سؤال ما ترشد إليه الآيات، فيكون مجموع درجاتها 99 درجة. أما المتسابقة نور عوض محمد باذيب فقد تحصلت على 50 درجة في الحفظ من 50، كما تحصلت في التلاوة على 39 درجة ونصف الدرجة من 40، وتحصلت على 10 درجات في سؤال روح الآيات وما ترشد إليه، فيكون مجموع درجاتها 99 درجة ونصف الدرجة. أما بالنسبة للمتسابقة عائشة سالم مبارك بن جبل فقد تحصلت في الحفظ على 49 درجة وربع الدرجة ومن 50، وتحصلت في التلاوة على 38 درجة من 40 درجة، وتحصلت على 10 درجات في سؤال ما ترشد إليه الآيات، فيكون مجموع درجاتها 97 درجة وربع الدرجة. وبهذا تكون في هذه الحلقة أخي عبد الله المتأهلة معنا إن شاء الله للمرحلة القادمة المتسابقة نور عوض محمد باذيب، كونها تحصلت على 99 درجة ونصف الدرجة، ونسأل الله أن يوفقها في المرحلة القادمة. شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور ياسين، وبارك الله فيك. أيضا الشكر موصول لعضوي لجنة التحكيم، بارك الله فيكم. نحن مشاهدين الكرام بدورنا نشكر ونبارك أيضا للمتسابقة نور عوض باذيب من شبام على هذه المشاركة المتميزة، وعلى تأهلها أيضا إلى المرحلة المتقدمة من عمر هذه المسابقة، نتمنى لها التوفيق ولبقية المشاركات أيضا. كما لا ننسى أن نشكر المتسابقة عبير سبيت بخضر من سيئون، والمتسابقة عائشة سالم من جبل من دوعن على هذه المشاركة المتميزة، ونتمنى لهما التوفيق في مسابقات ومنافسات قادمة. ونقدم لكلا المتسابقتين شهادة مشاركة وكذلك جائزة نقدية تشجيعية نظير مشاركتهما في هذا البرنامج. بهذه النتيجة نكون مشاهدين الكرام قد وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة، وفي الختام لكم منا أجمل سلام. أنت الربيع يا حاوي الذكر البديع، جاء الجميع يتدارسون فضائله، طب القلوب يا مرهما يشفي الكروب، عبر الدروب هيا بنا نتأمله. غرد يا صاح رتل مساء أو صباح، تلقى انشراح تغشاك خير جمائله، نادوا الرفاق في حفظه نجري سباق، في الود باق فاز الكتاب وحامله، فاز الكتاب وحامله. Mm-hmm.